ايوه طيب اهلا. مساء الفل يا ابو صلاح. انت كنت نايم ولا ايه؟ لا بس كنت مريح شويه. تعال اتفضل هعمل شاي اعمل لكم معايا. ماشي يا ابو صلاح. استلمت المسالك؟ ايوه يا سيدي استلمناها. ومالك بتقولها وانت زعلان كده؟ لاننا استلمناها خرابه. سيرشوان شفط كل خيرها، سابها لنا مفلسها وحالتها منيله ب60 نيله. وعملتوا ايه؟ ما انا قلت الحرب من الاول. احنا لا لينا في التجاره ولا لينا في الاداره. عشان كده رحت الانشراح واتفقت معاه ان هي اللي تمسك المسابك. الانشراح وافقت؟ وافقت. يا عم صلاح ما حد يقدر يقول لي لا، ده انا لا اي ولا زي. بيني وبينك كويس قوي انها وافقت. وانشراح كده حلت لنا كل المشاكل اللي قابلناها في ثانيه، والمسابك هتمشي فل الفل وعلى العالم. بس كويس قوي ان موضوع الانشراح ده لازم يكون لكم حد في شغلكم يراعيه ويشيل بلاويه عنكم. انا عايزكم تبقوا معايا على الخط، نركز وندبر الخطوه اللي جايه. واحنا بقى جايين لك الليل عشان الخطوه الجايه دي. ايه حصل حاجه جديده؟ في شحنه بكره هتيجي للباشا الكبير، انا وزينه نروح نستلمها من المينا في اسكندريه ونوصلها المخزن عن طريق. والحكايه دي متامنه؟ والله عدي بيقول ان هم ليهم رجالتهم في المينا وليهم رجالتهم في مباحث المخدرات، يعني بتهيألي الدنيا متظبطه. كويس قوي، على فكره دي خطوه مهمه جدا. بس انا الفار بيلعب في عيب من العيب عزام ده. خايف يكون مرتب لنا حاجه كده ولا كده، ده راجل مش اهبل ولا سهل زي رشوان، ضربته هتبقى قاضيه يا متر. خلاص يبقى نتغدى بيه قبل ما نتعشى بيه. ده نعملها ازاي يا ابو صلاح؟ مش احنا اللي هنعمل يا حربي، الباشا الكبير هو اللي هيعمل ويسيحه من سكتنا خالص. يا عم ما تخلص وتقول لنا بقى اللي جواك، ده ايه الالغاز دي؟ انتوا مش بتقولوا ان عدل قال لكم ان لهم رجاله جوه مباحث المخدرات ببلغوهم بكل حاجه؟ حصل. خلاص. هاتت بلاغ صغير من مجهول ضد عزام. مباحث المخدرات هتراقبه، رجالتهم اللي جوه هيبلغوا الباشا الكبير، الباشا الكبير هيعرف بقى ان عزام متراقب وريحته فاحت. تفتكروا الباشا الكبير لما يعرف كده هيعمل ايه؟ ساعتها ممكن يبعده عن اللعب وممكن يخلص منه خالص. يخرب عقلك، ده انت برنس. هو انت دماغك دي ايه؟ سن؟ ده انت شطان يا متر. شكر يا زين. والمجهول بقى اللي هيقدم البلاغ في عمنا عزام ده يقدمه امتى؟ انتوا مش بتقولوا ان البضاعة جاية بكرة؟ اه خلاص اتقدم دلوقتي فورا. ربنا يقدرك على فعل الخير يا ابو صلاح. أنسة أماني؟ أيوة. نعيم بيه السيوفي طالبك في مكتبه. تحت أمرك. اتفضلي معايا. الأنسة أماني. بخير يا أنسة رشا. نعيم بيه مستنيك الجمعة، اتفضلي. متشكرة. تعال يا أمان، تعال. تحت أمرك يا فندم. هاني أنا آسف جدا إن المرة اللي فاتت ما قدرتش أقابلك، كان عندي شغل كتير أوي. أنا بكرر آسف يا بنتي. ولا يهمك يا فندم، حصل خير. رشا تعالي عايزك. أماني الموضوع بتاع الولد اللي اسمه حرب ده بتهيألي كفاية لحد كده، خلاص بقى لازم يقف. أفندم؟ سلسلة المواضيع اللي أنت كتبتيها عن المنطقة الشعبية اللي هو طالع منها وعنه هو كمان بتهيألي خدت حقها وزيادة، يعني خلاص لازم تقف. رشا. أيوة يا فندم. وصلي الورق ده لمدام شهيرة. وخليها تتصرف فيه بمعرفتها هي. حاضر. بعد اذنك يا فندم ممكن اعرف القرار ده اتخذ بناء على ايه؟
أماني متهيألي إن أنت خلاص عرفتيني كويس، وعارفة كمان إن أنا لا يمكن أسمح بأي ضغوط تأثر عليا أو على شغل الجريدة. بس إحنا في الآخر جزء من النظام، عايشين جواه مش براه، يعني ممكن ننتقده، ممكن نهاجمه، إنما مش ممكن نهده. متهيألي ده هيدي مصداقية كبيرة جدا للجريدة، وهو ده المطلوب منك اليومين اللي جايين. فكري يا أماني كده في مواضيع جديدة فيها أمل، فيها تفاؤل، عايزين الناس يحسوا إن بكرة أحلى من النهاردة. عشان كده أنا بطلب منك إن موضوع الولد اللي اسمه حرب ده تنسيه خالص، خلاص كفاية لحد كده. تحت أمرك يا فندم. أنا كنت متأكد إنك هتوافقيني على وجهة نظري. يلا بقى وريني همتك ونشاطك، واكتبي لي في المواضيع الجديدة اللي لسه مكلمك عنها. أنا واثق إنك هتعملي حاجات تجنن ما حصلتش، لكن موضوع الواد حربي ده أنا عايزك تنسيه خالص. خالص يا أماني. أيوة حبيبي. لا ما عنديش حاجة. أوكي. نص ساعة بس. باي. ليه يا رشا؟ في حاجة؟ هو حضرتك مش قلت الأماني إنها لازم تقفل موضوع حربي دوت وما تفتحوش خالص علشان ما تلفتش الأنظار ليه؟ حصل. أصل أنا دلوقتي وأنا جاية من مكتب مدام شهيرة قابلتها عند الأسانسير، وكانت بتكلم حربي في التليفون وبيتفقوا إنهم يتقابلوا. إيه؟ يتقابلوا؟ أيوة يا باشا. لا أنا لازم أعرف إيه السر اللي بين البنت دي والولد اللي اسمه حربي بسرعة، ودي هتكون مهمتك أنت يا رشا. سعادتك شايف إنه حاجة زي كده ممكن تفيدنا في حاجة؟ يعني هو كارت يبقى في إيدينا نطلعه وقت اللزوم لو عزناه. ها؟ إيه الأخبار؟ مزاجك ماشية 110%، والبركة في ست الكل. انتوا بس عشان طيبين وامكوا ده عيالكوا ولاد حلال، ربنا بيسترها معاكم. ده انت الخير والبركة كلها يا معلمة. طيب هوصل انا مشوار ساعة كده وبعد كده ارد تاني ناخد المعلمة نوصلها للبيت قبل ما نتكل احنا على الله. مشوار ايه ده اللي انا معرفوش؟ دي مصلحة كده اسكندرية وردين في السريع ان شاء الله. مصلحة ايه برضو في اسكندرية اللي انا معرفهاش دي؟ مصلحة العنتر بيت، الراجل برضو يعني جمايله علينا ومغرقانا، لازم برضو نخدمه، مش كده ولا يا معلم؟ عداك العيب يا زين، طالما في عنتر بيه نخدمه برموش عينين. طيب بالإذن أنا بقى. ما تأخرش يا حرب. راح هو وزين يعملوا إيه في المسبك عند رشوان؟ المراقبين عرفوا من العمال إن حرب وزين اشتروا المسبك من رشوان، وإن هم اتفقوا مع المعلمة انشراح إنها تدير المسبك بنفسها، وهي دلوقتي اللي بتديره. معقولة يا روف؟ معقولة بعد ما رشوان يحرض على قتل حربي وزين يبيع لهم المسبك قبل ما يسافر بره البلد؟ طب تيجي ازاي؟ وبعدين جابوا الفلوس منين؟ دول من مدة قصيرة ما كانوش لاقيين اللضا. في الحقيقة يا فندم في حاجات كتير مش مفهومة. واضح يا فندم إن في حاجات كتير بتتلعب من تحت لتحت. زي حكاية قتل قبضاي اللي كنا بنحقق فيه هنا في القسم، والنيابة حفظت التحقيق وأيدته ضد مجهول. وحكاية رشوان ده اللي اختفى وما عادش ليه أثر. واضح فعلا الحكايه كبيره وفيها عك كتير قوي يا رؤوف. ايوه رؤوف بيه، انا في حاله مخالفه عربيته للمسبك. طب خليك وراه وبلغني مكانه اول باول. بعد اذنك يا فندم. رايح فين يا رؤوف؟ هتابع موضوع حربي ده بنفسي لحد ما اعرف ايه اللي وراه. ايه ده؟ انت سبت شغلك واشتغلت سواق ولا ايه؟ سواق ايه بس يا استاذه؟ ده عربيتي. عربيتك؟ اه.
طيب مش هتنورينا بقى وبتركبي عربية؟ مش مطمنة لك، ما جيتك على الصبح كده أكيد وراها حاجة. دي حقيقة. أقدر أعرفها؟ طب نروح نقعد في مكان هادي الأول وأنا أحكي لك على كل حاجة. اتفضلي. ايه رايك بقى في المكان ده؟ بذمتك مش احسن؟ مش عارف، المكان التاني دمه اخف. خلاص لو تحب نروح هناك مفيش مشاكل. لا خلاص بقى، مش هنفضل رايحين جايين في العربيه. يلا ننزل. راوب بيه الهدف وصل فندق كارما.